بصراحة المدرب الوطني وليد الركراكي مدرب قادر، ونتمناو يدير شي حاجة مع المنتخب، لأن ديجا جابوا مدربين أجانب تجيو تديو الفلوس وتمشيو تديروا معنا حتى شي حاجة، يعني نفس الإنجاز اللي تتكرر، إما تخرجوا من الدور الأول ولا الدور الثاني، أبعد تقدير الدور الثالث. ووليد الركراكي عنده إمكانيات اللي يقدر يمشي بها بعيد إن شاء الله، ويكون خير يكون نوجه الوليد أنه ما يشوفش غير اللاعبين الأجانب، الناس اللي تيلعبوا برا، راه البطولة عندنا الدراري اللي زوينين يقدروا يعطيو الإضافة. كاينين بزاف ديال الدراري عطاهم الفرصه، خصهم الفرصه، الا ما تعطاتهمش الفرصه راه نورمال ما غاديش غتبقى عندنا نقص في هذيك المراكز.